السلام عليكم اخواني اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائما ان شاء الله يا ربي، وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي، والظروف والله ينجينا ونجيكم من هذا المرض، والله يرفع علينا هذا المرض وهذا البلاء يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الرحمن. اليوم ان شاء الله كتشوفوا قدامي العجينه، رانا هذه العجينه عندي معجونه وخامره، بغيت ندير منها واحد الخبيزات صغيورين. هنا سميتهم سكيات شاطه، كيقولوا لها هنا سكيات شاطه، وبالنسبه لنا حنا كنقولوا خبيزات صغيورين وصافي، غنقولوا الخبز خبيزات صغيورين. بسم الله، انا عندي هذه العجينه عجينه عاديه وخمرات وعاودات وخمرات وعاودات، خصها تخمر بحال هكاك. بسم الله، وتابعوا معايا ان شاء الله نديروا منها واحد الكريسات، كيجيو زوينين. بسم الله، كيجيو ما شاء الله زوينين، ونديرهم قلت اجي علاش اللي ما نديرهم معاكم. وهذه راه غير عجينه عاديه، ماشي زعما شي عجينه اللي هي مختلفه ولا العجينه من العجينه ما عجنت، كان عجنت العجينه وجاتني كثيره بزاف، انا نخلي منها هذا، قلت بلا ما نديرهم داك نديرهم لهم مختلفين، كتجي زوينه، كيجيو دوك سميتهم زوينين دوك الخبيزات الصغيورين. نحاول نقرصها بشويه نقرصها بالدقيق، ممكن كنقرصها حتى بسميتو، ممكن نقرصها حتى بالزيت، ولكن انايا قلت نقرصها بالزيت بالدقيق احسن. ناتما كما كتشوف انا كنقرص غير بيدي، لا ممكن الا خليناها تطاب مزيان دغيا كتقرص، غير انا ما خليتهاش جمعتها وبديت كنقرص فيها دغيا، حنت منين تو انا كنجمعها كل مره وكنقول دابا نبدا نصايبها نخبزها، دابا نقرصها دابا وخليتها دابا عاد يسر الله صافي بحال هكا. بقاو نديروها جهد اللي بغينا حنا تاع الغلط شحال بغينا حنا، انا غنخليها شي شويه غليظه من الاحسن. دابا بعد ما قرصتها غادي ندوز نقطعها، بغيت نديرها يعني دوك سميتهم صغيورين صغارين على قد هذا الحجم هذا بحال هذا، ما يعني كيجي صغير ما كيجيش كبير بحال هكا. نقطعها عن برك ماشي ما ندورهاش هكا باش ما تتجمعش ليا الخبزه ولا الخبيزه صغيوره بحال هكا. بعد ما كملتهم بالتقطاع كما تابعتوا معايا، دابا غادي ندوز نديرهم ان شاء الله في هاد المول هاد ديال الفران، الطاوه تاع الفران. بسم الله، انا درت ليها هاد الكارطه فرنو اولا ورق الزبده، ماشي ضروري انا غير عندي درتو، اللي ما عندوش ما يديروش ماشي مشكل، يدير غير الدقيق الا كان داير غير الدقيق، يدير غير شويه تاع الدقيق باش ما تلصقليش باش ما تلصق ليكمش، ولا اللي بقى مقرص بالزيت ديروا شويه تاع الزيت صافي. وكنا نديرو نحطوهم هكا في الاسميتو وكنخليوهم نقرصوهم بحال هكا، الى جاونا الى شلناهم غلاط لا شي حاجه ماشي مشكل نعاودو نسرحوهم شي شويه. هادو هما الخبيزات تاعنا دابا اللي قطعتهم على هذا الشكل كصغورين، غادي نخليهم عاوتاني مره اخرى يخمروا، حيت كيما قلت لكم ديجا خامره مزيان من الصباح، شحال من خطره كنخلطها هكا وكنخليها تخمر ثاني، كل ما خمرت كيبقاو زوينين. وثانيا ما قلت لكمش باش معجونه قلت لكم عجينه عاديه ولكن في مخلطه بالدقيق الابيض وداك الدقيق الاخر اللي كيقولوا ليه الفينو ولا هكا، من تقريبا نص وصافي، وملحه والخميره وعادي العجينه عاديه. ودابا غنخليهم يخمروا ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا كيفاش غادي نديروا ملي نبغيو نخبزوا. العجينه كما تابعتوا معايا هي خمرات، دابا غندوزو نديروا لها ان شاء الله شويه ديال نديروا لها زيت الزيتون، ووز عندي زيت الزيتون في القرعه ها هو، وعندي الزيتون نفسه الزيتون الابيض، وعندي الملح
هادو ثلاثه الاكل غادي نديرو ان شاء الله. اول حاجه غادي نتقبها شويه بحال هكا، بحال هكا هاهي، ما نخليوهاش تقشور العجينه، خصنا نغطيوها باش ما تديرش لنا داك القشره الفوقانيه. بحال هكا كلها غادي نتقبها. دابا غندوز ندير شويه تاع الزيت بسم الله، غنديرو بيدي حيت زيدي هي اللي غادي اللي غادي يمشي الزيت مزيان. هو راك هاد ديك كتبغي الزيت مزيان، الزيت هو اللي كيجيبها زوينه. بحال هكا بعد ما كملنا بالزيت غادي نديرو شويه ديال الملح، شويه ديال الملحه. دابا غندوزو نحطو شويه تاع الزيتون بحال هكا. الا كانت الزيتونه شويه كبيره نقسموها على جوج. بحال هكا كلهم ندير لهم جهد ما شحال ما بغينا. وكما تابعتوا معايا انا كملتهم زينتهم بالزيتون ودرت لهم الزيت والملح كما تابعتوا معايا، وندخلوهم ان شاء الله يطيبوا. وتابعوني ان شاء الله تتشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. وهذه هي الخبيزات اللي قلت لكم، اولا كما كيسميوها الطاليان سكاتشاتا، اللي وجدت كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه وتجي هنا كتجي رائعه وزوينه. وهذه حتى هي من نفس العجينه اللي تاخذتها مني بحال بحال، غير ما درتش فيها الزيتون ودرتها شويه كبيره. وكنديرهم بحال هكا للعشيه ولا للدراري للمدرسه، ديوها معاهم للمدرسه ولا الدري الا صايبناهم بحال هكا وقت ما الدري بغى ياكل شي حاجه يلقاهم. نصاوبوا شي حاجه بحال هكا بسيطه ولكن كتطلع زوينه وكتطلع هذه. والله الا بتمشي تشريها من هنا لا غاليه، ما عرفتش على حسب، كاين اللي بحال قلت 50 سنتيمي، كاين اللي اورو بالنسبه لهنا. يعني كتكون غاليه على حسب الاماكن فين مشيتي. كاين حتى الاورو هذه صغيره بحال هكا، بحال قلنا حنا بالمغرب 10 دراهم 10 دراهم هذه صغيره فيها جوج زويتنات، ولا كاين اللي كاع ما فيها كاع الزيتون. ودرنا معها كويس تاع اتاي، اللي بغى كويس تاع اتاي معاها. ودرنا مع اللي بغى شي حاجه كانت ممكن تنحلوهم ونديرو فيهم شي حاجه من الداخل اللي كتعجبو، شي حاجه يعني فرماج او لا شي حاجه بحال هكا يديرها لداخل، راه كتحل ليها وتعمريها. واللي بغى معها هكا راهم هكا زوينين وفيهم ما شاء الله زيت الزيتون، وفيهم الزيتون كيجيو رائعين. نتمنى الله ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وحاجه بسيطه ولكن زوينه ورائعه، جربوهم ان شاء الله راه يليقوا لكم الدراري وحتى الكبار. انا كتعجبني، انا كبيره كتعجبني. وهذا هو الفيديو تاع ديالنا ديال اليوم، شاركناه معكم. واللي كيشوف لا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوناش من اللايك ومن الاشتراك فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم، والسلام عليكم لفيديو اخر ان شاء الله.